وصلنا وإياكم إلى ختام مسابقتنا التي تأهل فيها 5 مشاركين استطاعوا بحق أن يتخطوا كل الحواجز والمراحل. هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء مستكبرا تبارت الحناجر والقلوب في صناعة جمال النغم. الليلة تتنافس دقات قلوبنا مع خفقات قلوب المتبارين. هذه الخدمة وهذه المسابقة هي تقارن ما بين العترة والقرآن الكريم. جائزة العميد في الميدان. ترى من سيتوج ويحمل لقب الفائز الأول بجائزة العميد الدولية بنسختها الأولى لتلاوة القرآن الكريم؟